الآن أيضا لازلنا في لبنان ومعنا أحمد السنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. أحمد أهلا بك، لو تطلعنا على ما يدور الآن في هذه اللقطات التي تعرض على الشاشة من سور. ما سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قلب مدينة صور، مستهدفا أبنية سكنية في هذه المنطقة التي ربما تضم عدد كبير من المواطنين الذين لا يزالون باقون في هذه البنايات. هذه البنايات سويت بالأرض، وتحديدا بنايتين وبناية أخرى ربما تضررت جزئيا جراء هذا العدوان الإسرائيلي الجديد على مدينة صور، مما يظهر أو يوحي بأن هناك عدد من الشهداء والمصابين جراء هذا العدوان الجديد. الآن فرق الإنقاذ والإسعاف تتابع الأماكن الغارات وتحاول البحث عن المصابين والناجين وأيضا جثامي الشهداء في موقع الحادث أو في موقع الاستهدافات، مواقع الاستهدافات الإسرائيلية، لأن هناك بنايتين سويتا بالأرض، بالإضافة أيضا إلى منطقة أيضا ربما كانت مكتظة بالسكان استهدفت جراء هذا العدوان. فبالتالي هذه الجهود مستمرة من أجل الوصول إلى الأعداد الحقيقية للشهداء والمصابين، ولكن وفقا للمعلومات الأولية أن هناك عدد ليس بقليل من الشهداء والمصابين جراء هذا العدوان الذي استهدف مدينة صور، علما بأن ربما الاستهدافات الإسرائيلية السابقة لمدينة صور طلت مناطق ربما بعيدة عن هذه المناطق المكتظة بالسكان، لكنه استهدف هذه المرة هذه المنطقة وهذه البنايات التي سويت بالأرض تماما جراء هذه الغارات، وما يوحي بأن وفقا للمعلومات الأولية أنه ربما تكون أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين جراء هذا الاستهداف. طيب أحمد، من خلال الخبرات السابقة وكما ذكرت أنت الآن، الخبرات السابقة مع الاستهدافات الإسرائيلية تكون ربما هناك بنك أهداف، يكون هناك بنك أهداف تسعى خلفه إسرائيل، لكنك ذكرت الآن أن في الاستهدافات السابقة لمدينة صور كانت ربما بعيدة عن التجمعات السكنية، إذا ما الذي نستنتجه الآن أحمد وإسرائيل تذهب لمنطقة مكتظة سكانيا؟ نستهدف أو نستنتج أن جيش الاحتلال يسعى في عدوانه على المدنيين في الجنوب اللبناني وخصوصا هذه المناطق المأهولة بالسكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي سبق أن استهدف مدينة صور مرات عديدة، وحينما يستهدف بنايات سكنية كان يصدر تحذيرات للسكان وإنذارات بإخلاء هذه المناطق تمهيدا لقصفها، علما بأن في المرات السابقة ربما لم تكن هناك فترة زمنية كافية ما بين إصدار الإنذار وما بين تنفيذ العدوان على هذه البنايات، ولكن على الأقل كان هناك إنذار لسكان هذه المناطق حتى يأخذ الجميع حذره في هذه المنطقة، وخصوصا أن هذه المواقع وهذه البنايات المستهدفة تضم أيضا وبالقرب منها عدد من المنشآت التجارية والأسواق التي ربما يرتدها عدد كبير من المواطنين، وخصوصا في التوقيت الذي استهدف فيه جيش الاحتلال هذه المنطقة. وبالتالي جيش الاحتلال يتوسع في استهداف المدنيين مثلما يفعل في مختلف المناطق في الجنوب اللبناني أو في عدد من المناطق الأخرى في بعلبك والبقاع شرقي الدولة اللبنانية. فهذا هو نهج جديد أو نهج ربما ليس جديدا، ولكن هو متبع من جيش الاحتلال على مدار الأيام الماضية في مختلف المناطق. أنا بشكرك أحمد، وبالتأكيد سنعود إليك في وقت لاحق حتى نواكب ما يحدث على الأرض من هذه الاستهدافات الإسرائيلية لمدينة صور جنوبي لبنان لمعرفة المزيد من التفاصيل على الأرض. شكرا جزيلا أحمد السنجاب مراسلنا من هناك.